كاين نخبه من الصحفيين متواجدين هنا بسيدي موسى باش لاجراء هذا الحوار. لا على كل حال الابواب كانت دائما مفتوحه لكم. صح على كل حال احيانا انتم اغلقتوها. لكن كانت ربما بعد لا 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 لا, لا ما فيش اي مشكله ان شاء الله تكون انطلاقه مليحه ان شاء الله ويكون تفاهم ما بين يعني الصحافه الجزائريه والمنتخب الوطني الجزائري لان احنا رانا في مشروع واحد مشروع وهو نجاح المنتخب الوطني الجزائري ولهذا ان شاء الله بمساندتكم ومساعدتكم ان شاء الله اللي راح ترفع معنويات المنتخب لاعبين طاقم فني نخب وطني لان عندنا كما قلت لك مشروع وهو اولا التاهل الى كاس افريقيا ان شاء الله في الكامرون وباذن الله ذهب البعيد في هذه النهائيات ان شاء الله. طيب.